بطولة رياضية وفي قطر، أنا قلبي متوغوش من حفل الافتتاح، وقطر لا يمكن تعديها من غير تمرير أجندات سياسية. يا زمان الوصل بالأندلسي. أيوة كده صح، إنها كأس العرب يعني رياضية وبس، بطولة جامعة للعرب والأمجادهم. بيقول لك يا زمان الوصل بالأندلس، واضح إن قطر عاملة افتتاح ملوش علاقة بالسياسة. ما تسمعونا كده عربٍ عربٍ، هي أول الجملة بيكون مجرور، بيتهيألي لازم تكون عربٌ عربٍ. يلا ما علينا، ما هو قطر شايفة إن من حقها تتدخل في شؤون الدول العربية، يبقى من حقها إن هي تتدخل في قواعد اللغة العربية. قول لنا يا عم الحاج، إيه حكاية العربٍ دول؟ يجمعهم كل شيء ويفرقهم أيضا كل شيء. برضو سياسة. جئت إليكم وأنا أعرف جيدا الوضع الذي تعيشونه في هذا الزمن. والله حتى أسأل اللي مشغلينك. أنتم متفرقون اليوم بشدة. أيوة، وده بسبب قطر وإعلامها. نقدر نقول كل اللي احنا عايزينه من خلال فننا؟ لا 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 لا، لا أعتقد أن هذا صحيح. لا أعتقد أن ده صحيح. وبعدين مين الشبحين دول؟ أنت جاي على أرض قطر تدي دروس في حرية الرأي من خلال الفن. عرب. استنى بقى، بل عرب بل عرب. يا سادة قطر في حفل الافتتاح اتعمدت تجسيد الشخصيتين الشبحيتين دول بالذات علشان يتعالوا بخبص في مصر والكويت تحديدا والعرب عموما تحت بند قمع حرية الرأي. الشخصيتين دول ما تمش اختيارهم عبثا، دول الفنان المصري سعيد صالح في دور مرسي الزناتي في مدرسة المشاغبين، والفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا في دور حسين بن عجول في مسلسل ضرب الزلج. رحمة الله عليهم كانوا من مبدعين العرب، ومعروف ان سعيد صالح وعبد الحسين عبد الرضا من رواد الفن والمسرح السياسي. وقطر عايزه تقول ان الفنانين في الكويت ومصر مقموعين وما بيقدروش يقولوا اللي هم عايزينه، والدليل اهو. مش كل اللي احنا عايزينه، جزء منه. يعني هو يقصد ان ساعات احنا نقول اللي عندنا وتالي والناس منا وفينا ويسكرون حلوجنا. اتفضل، ناس مننا وفينا يسكرون حلوجنا. اسقاط قمة في الخبز ارادت قطر من خلاله، وكعادتها في التنمر على الدول العربية والمزايدة عليها، بان هي تقول ان سعيد صالح وعبد الحسين عبد الرضا كانوا مقموعين في بلادهم. إذن يا عرب. استنى بقى، عرب ايه؟ مع العلم انه بالرغم من بعض المعاناة والسجالات ما بين الفنانين دول مع الرقابة في بلادهم طول تاريخهم الفني الطويل والمليء بالابداعات، الا ان التاريخ والواقع بيثبت ان سعيد صالح في مصر وعبد الحسين عبد الرضا في الكويت وغيرهم من الفنانين في الدولتين دول اتمتعوا طول تاريخهم الفني بهامش حرية كبير جدا، واعمالهم موجودة تقدروا ترجعوا لها وهتلاقوا فيها اسقاطات سياسية بالجملة. وقالوا هم في بلادهم اللي لا يجرؤ اي قطري ان هو يقوله في قطر لحد اللحظة دي. قالوا قبيلة الغفران وقبيلة آل مرة، وكل واحد اتكلم في قطر وانتقد قانون الانتخابات القطري اللي صنف المواطنين لدرجات، هتلاقوه في السجن دلوقتي. وبالتالي ايه الداعي ان الجملة دي وتالي والناس منا وفينا ويسكرون حلوجنا انها تتقال في حدث رياضي عربي الا لو كان الهدف سياسي؟ ارجو ان تكون الرسالة قد وصلت. فعلا الرسالة القطرية المسمومة وصلت، وقطر مستمرة في تقمص دور الوصي على العرب. ويبقى هناك سؤال مهم ويحتاج للإجابة. ايه سؤالك يا دساس السم؟ هل سنرجع؟ ايوه هنرجع، بس بشرط. متى سنرجع؟ هنرجع لما ينتهي النظام الوظيفي اللي الشخصين دول بيقودوه لتدمير العرب. يا زمان يا عمي روح، انت جاي تتكلم على امجاد اندلسية عربية وانت في قطر اللي دمرت العرب بفلوسها واعلامها؟ اذا يا عرب كفاية لسع لحد كده.